يا اهلا وسهلا متابعينا الكرام، معكم جو جي دي 30 من هروج المصارعة، ومع حلقة جديدة من برنامج ملخص الأسبوع في عالم المصارعة. فبسم الله نبدأ. بعد مشاهدة عرض الرو لمدة 3 ساعات طلعنا بإيجابيتين. الأولى فوز الأو سي على الفايكينج ريدرز، وتعتبر شبه ما خطوة تضيف قوة على فئة التاك تيم. ثانيا هجوم سيث رولينز وأوثرز أوف بين على ري ميستيريو. إيجابيات عرض سماك داون، اتحاد دانيال براين وذا ميز لفترة بسيطة لبناء رسلمانيا 36. ثانيا إدخال برون سترومان على منافسات لقب القارات. سلبيات عرض الرو كثيرة، وأولها تبدأ باستمرار قصة روسف وبابي لاشلي مع لانا. ثانيا غموض سيناريو إريك روان الحالي، وما حد عارف إيش داخل الخيشة. ثالثا إنهاء مباراة الجونت لتصنيف لقب الولايات بعد 50 دقيقة وبدون فائز، يعني مضيعة وقت. سلبيات عرض سماك داون، دفن حي للمشاهدين ولكل عشاق الريفايفل باستمرار الفقرات الكوميدية لهذا الفريق. لقطة الأسبوع من عرض الرو هي لقطة تثبيت هومبريتو كاريو لأندرادي. ولقطة الأسبوع من عرض سماك داون هي لقطة إخضاع ذا ميز لدولف زيجلر في المين أفنت. أفضل برومو لعرض الرو هو برومو راندي أورتن قبل مباراته ضد أي جي ستايلز. أفضل برومو لعرض سماك داون برومو براين وبرومو ذا ميز في افتتاحية العرض. أفضل فريق لهذا الأسبوع هم فريق النيو داي. أفضل مصارع لهذا الأسبوع هو الأسطورة راندي أورتن. أفضل مباراة لهذا الأسبوع مباراة أورتن وأي جي ستايلز. أسبوع بسيط وسريع وسهل للمشاهد، لا تتوقع أشياء ضخمة ولا كبيرة في الأسابيع القادمة لأنها نهاية سنة، وهذا اللي تعودنا عليه في آخر السنوات من الـ WWE. وكذا نوصل في ختام حلقة برنامج ملخص الأسبوع لعالم المصارعة. كان معاكم جو جي دي 13 من هروج المصارعة. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، يعطيكم العافية وشكرا على الدعم المستمر ليومنا هذا، وألقاكم بخير.